ليه قبل ما فكرة ندخل هوا جديدة حضرتك قلت لي الصورة حلوة على فكرة مش زي طبعا. الأول؟ الصورة حلوة جدا في مصر وانت حابب تقول دلوقتي. الكلام ده عشان احنا في التلفزيون لا وكده صح؟ الحقيقة أنا دايما يعني بتكلم على أرض الواقع، وأنا عارف إن حضرتك يعني محاور يعني جامد في الحكاية دي، فأنا لازم أكون يعني واقعي الصورة حلوة وصريح. ده كلام بجد؟ الصورة حلوة جدا ومصر ماشية بخطوات مدروسة. طب اقنعني. إحنا من بعد 2016 الوضع تغير تماما. احنا دلوقتي مصر بتشتغل في حاجه اسمها استراتيجيه مصر 2030، دي استراتيجيه عامه شامله. سيادتك قبل 2016 احنا اصلا ما كانش لا في كهرباء ولا في خطه للطرق ولا في لوجستيات تقدر تشتغل عليها ولا عندك طاقه تشغل، لان الصناعه هي بتستهلك 70% من طاقه اي ما دوله من واحد كده. يقول لك ما انا سمعت الكلام ده 100 مره لا وكان في 100 خطه، ليه بقى بتقول لي اصل احنا هنا نجحنا جدا او الصوره حلوه جدا؟ يعني اديني معطيات. احنا لنا ارقام ومعدلات. اه احنا النهارده مساهمه الصناعه في الناتج المحلي الاجمالي 16%، احنا لحد 2070 2027 هنوصل 20%، 2030 هنوصل 25%. طب هو 25% كمساهمه صناعه، هل الرقم ده عالميا هو ده اللي مظبوط؟ مساهمه الصناعه في الناتج المحلي الاجمالي العالمي 25% على 190 دولة. ده اللي احنا نوصل له في 2030. احنا المفروض لو وصلنا ل 30% نقدر نحقق صادرات في حدود 200 مليار دولار، وبالتالي لو هنستورد انا سمعت ب 100 رقم مليار دولار. 150 مليار دولار، شكيت حضرتك دلوقتي بتقول لي ان احنا لو قدرنا نوصل ل 30% ولا ال 35% لا هنحقق 200 مليار؟ لو وصلنا ل 30% هنحقق 200 مليار دولار حجم صادر، وبالتالي طب انت عندك معطيات على الارض بتبين ان المؤشرات تقول ان احنا في طريقنا للكلام ده بشكل عملي؟ طبعا. احنا النهارده في اتحاد الصناعات الشركات المسجله رسميا اكتر من 140 الف شركه. الكلام ده في خلال الى ما قبل 2014 الباشمهندس عماد قال هم كانوا 60 الف شركه. معلش خد فالنهارده المعلومه دي تاني، يعني قبل 2014 كنا 60 الف شركه؟ ودلوقتي كام؟ اكتر من 140 الف شركه ده المسجل. يعني احنا زدنا في عمر مصر من صفر لستين ألف في عمر مصر ايوه مصر كلها عملت في مجموعة. في عالم مصر بقى اللي عملت كل الصناعات دي مصر كلها عملت بعبد مجموعة. الناصر يعني بمصانعه بالحاجات دي احنا كلها. دايما يعني انا دايما احب اصدر الصورة الايجابية اللي موجودة. احنا علشان نبني الدولة دي تاني لا ونعيد. قبل الصورة الإيجابية معلش، ايوه ما أنا هو من يوم ما لازم قلت يا صناعة لحد 2014 كان عندي 60 ألف مصنع، والنهارده من 2014 النهارده بقى عندي 140 ألف مصنع. السنة اللي فاتت وزارة الصناعة مرفقة 6 مليون متر مربع مصانع جديدة دخلت الخدمة.